على الرقم ده لقيته في اليونان. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انا قلت انك اول ما هتشوف الورقة دي هتقولي خلاص القضية خلصت. برقم تليفون من اليونان نجوان اتكلمت منه يبقى قضية خلصت؟ يا ابني احنا كده خلاص حددنا مكان مروان، خلاص كل حاجة اتعرفت، كل شيء خلص، الموضوع خلص وانتهى. سيادتك فاكر ان البوليس مش عارف مكان مروان؟ مباحث الاموال العامة اول حاجة بتعملها بتحدد مكانه على الكرة الارضية، وطبعا عرفوا ان هو في اليونان، واليونان مفيش اتفاقية تسليم مطلوبين بينها وبين مصر، بلغوا الانتربول علشان يقبضوا عليه لو خرج. بس طبعا اخينا التاني مذاكر وفاهم كويس، ولو قرر انه يخرج من اليونان مش هيروح على بلد فيه بينها وبين مصر اتفاقية تسليم مطلوبين. يعني ايه؟ يعني الورقة دي طز ملهاش لازمة؟ مفيش حاجة ملهاش لازمة بيه، بس سيادتك دلوقتي لازم تلحق تروح على فيلتك بسرعة علشان تتابع إجراءات التحفظ. تحفظ ايه؟ عرفت انه من حوالي ساعة صدر قرار من نيابة بالتحفظ على أملاكك. أملاكي؟ مش متسجل باسم حد بس شغال، أنا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا أرقامنا كلها متسيبة عندك، يعني ممكن تكلمينا في أي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبة. ها؟ طب وما قالكيش القضية دي هتخلص إمتى؟ أنا خلاص تعبت يا دينا ومش قادرة، أنا عايزة أرجع بيتي وأوضتي، عايزة أرجع لحياتي القديمة. أنا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لأ أنا شعري أصطف من المية بتاعت هنا، بشرتي أشفت، ضوافري اتكسرت، أنا حاسة إن أنا هقعد هنا للأبد. والله العظيم يا دينا أنا كل يوم بفكر إن أنا أنزل القسم وأسلم نفسي عشان أخلص من العيشة الزفت دي. أنتي اتجننتي ولا إيه يا هايدي؟ ما تعالي بقى، وديكي شايفة نادر مش ساكت ومهتم إزاي، ممكن بس ما تقلقيش. جولي ما شفتيش وردة الشبشب بتاعي؟ شبشب إيه وزفت إيه؟ أنتي إزاي تدخلي الأوضة من غير ما تخبطي أو تستأذني؟ أوضتك؟ أوضتك ده مين يا حلاتة؟ ثم تعالي هنا، أنا أخش في أي حتة في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. ألا تقولي أوضتي وما أوضتي يا أختي، أنت راخرة كده، ابعدي كده عنها أهو. أنا خبط إيه؟ ليه إن شاء الله داخل دورة المية؟ شايفة؟ شايفة؟ شايفة الأشكال اللي أنا عايشة معاها؟ شايفة القرف اللي أنا فيه؟ أنا اتبهدلت، اتبهدلت يا دينا واتهنت. معلش يا هايدي بس، معلش معلش استحملي بس شوية. أستحمل إيه بس؟ أنا خلاص مش قادرة. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيلة إن أنا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما أنا ممكن أقول لنادر وأكيد هلاقي طريقة تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وأنا برضو حاسة إن أنا محتاجاه قوي. انتي كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش. يا هايدي ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقولك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيك، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانتي دايره ترمحي مين وشمال. مخضمت ايه؟ ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ بقولك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقولك ما تكلمينيش من اصله، انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انتي واضح انك متعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه؟ انسه مني يا اختي؟ صلح اللي هيشفع فيك. بقولك ايه، عقلي صاحبتك احسن اقسم بالله العظيم، ارجعها لكم لو تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه؟ ايه ده ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون؟ لا لا انا خلاص، انا خلاص، انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه، انت لو عندي في البيت انا استحاله شغالك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا برده يا سيد غنتي؟ بقولك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي، انا ادبك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من انا ازحي وانت ساكت؟ انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهو نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصلا يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب على النبي يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني.
اتفاهم مع البنت واخد رايك. انتوا ايه؟ هو انتوا ايه؟ غربان مستنين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم لسانك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلميناها. خارجه نفس ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ ما تتلمي يا بنت، اتلمي. كل الحكاية انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا فيها. ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ اه نشوفه في خرجتك انت وهي قادرة الكريم. شوفي ايه اللي تلاقيه؟ خش يا بنت. عليكي خرجتي يا دي البنت، اخصى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قله الادب بتاعت البت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. استنى استنى. ايوه ايوه ايوه. حاجه رخصك. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش، الناس بقت تعبانه كلها مخنوقه مش لاقيين حتى يشتروا رغيف العيش، وانا ورايا يا بيه بجاج ما شدهاش سداد. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق، انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا. حاضر ماشي. حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كوريا. ايوه ايوه. زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه، انت لو ما جيتش خدت البلوه المساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه، مانيش حمل الدلع الماسخ ده، مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه، انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك وانا مش هطيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعته. شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي؟ ايه انت بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره، المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم. الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك. انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى